أحلى نجوم، كيف حالكم؟ اللي جيت لكم فيديو جديد، واللي هو موعد الحفلة تبع تخرجي طبعا، وكمان موعد السحب. وقبل ما نبدأ الفيديو لا تستعنوا اللايك وفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أنزل قناتي بي جيمر. وهيا نبدأ بالفيديو. طبعا أول شيء الحفلة راح تكون على الساعة 4 توقيت الجزائر، والساعة 6 بتوقيت السعودية. وطبعا وكمان متى راح اعمل لكم السحب؟ السحب راح اعمله لكم وبعدين راح اعمل لكم السحب على الحساب اللي فيه بدلة الادمي، من يمدح حساب الجماعي. طبعا اول شيء طبعا اللبس راح يكون يعني في تبع الحفله، يعني كلنا نفس بعض. يعني حوريكم الحين اللبس. اول شيء الشعر اختاروا زي ما بدكم، زي ما بدكم. ايموجي كمان زي ما بدكم. اختاروا هذا، انا اوريكم، هو مو غالي. هذا يعني تقريبا نفس لبس الحفلة تبع الماضية تبع 10,000 مشترك. وهذا التنورة والقبعة، إذا كان عندكم قبعة عيد ميلاد هذه أو هذه أو هذه، اختاروا أي واحدة. طبعا أختار هذه. إذا ما عندكم عادي أعملوا أي قبعة، مثلا هذه، أي قبعة. إذا ما عندكم هذا، إذا عندكم أعملوا. طبعا راح أعمل هذه. والسماعات زي ما بدكم، مثل ما بدكم تعملوا أو لا. أنا بدي أعمل القفازات، ما في ابدا، يعني اذا زي ما بدكم قفازات تعملوا او لا، انا ما بدي اعمل. الحذاء اعملوا هذا، اوريكم اياه. هذا البنفسجي. النظارات ما في، ما تعملوا. كمامات كمان لا. حقيبه لا. الحقيبه او الاجنحه اذا عندكم هذا اعملوا، اذا عندكم هذا اعملوا، اذا ما عندكم هم اثنين ما تعملوهم. راح اعمل هذا وبس. هيك خلصنا اللبس مع بعض. الحين يعني بس مثل ما قلت لكم، الساعة 4 بتوقيت الجزائر والساعة 6 بتوقيت السعودية. وطبعا طبعا كمان العراق ومصر وهذا يعني نفس السعودية، الساعة 6 توقيت. انتوا تكتبوا لي تحت التعليقات، قولوا لي شو هو البلد انتوا اللي تعيشوا فيه عشان انا اقول لكم على قديه الساعة في بلدكم. طبعا مثل ما قلت لكم السحب راح يكون على الفيديو هذا، هذه صورته تبع موعد السحب. اكتبوا تعليقون، اشتركوا في قناتي، اشتركوا في قناة اخرى اختي، وعملوا لي فولو في الانستغرام اذا ما عندكم انستغرام. يعني كلكم تقولوا لي ما عندنا انستغرام، ما عندنا، يعني عادي. بس اكتبوا تعليق هون، اشتركوا في قناتي، اشتركوا في قناة اختي، راح تدخلوا للسحب. اكتبوا تعليق في ذاك الفيديو، مو هذا الفيديو، في ذاك الفيديو. حاترك لكم الرابط تحت في اول تعليق. وبس يا جماعة، اتمنى انكم كلكم تحضروا الحفلة وكلكم راح اقبلكم. فبس انتم مثلا عملتوا لي طلب من قبل بس انا ما قبلتكم، احذفوا الطلب وعيدوا اعملوا لي علشان تنقبلوا، فتنقبلوا يعني بسرعة. اذا ما قبلتكم يعني لما تعملوا لي طلب راح اقبلكم بسرعة، يعني بسرعة فائقة، يعني على طول لما تعملوا لي طلب راح اقبلكم. فبس انتوا اذا ما قبلتكم يعني بسرعه، عيدوا اعملوا لي علشان اقبلكم. فيعني انا كمان راح اقبلكم الحين، راح اقبل الجميع ان شاء الله. يعني عندي اكثر من 1000 او 100، قربت اني اصل ل 100,000 قصدي، يعني بس 700 وقال 200 وبس، يعني ما اقدر اقبلكم. ان شاء الله تقبل الشركة اني اقبل 10,000 شخص، يعني ما اتوقع اني لازم يكون عندي كتير عدد من المشتركين. وبس يا جماعة، ها كان فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. اذا عجبكم لا تستعملوا لي اللايك، وعلوا زر الجرس لكيسكم كافي جديد انزل قناتي بي جيمر. وبس يا جماعة، اشتركوا علشان اعمل لكم السحب، كمان السحوبات اخرى، فانتظروا. وبس مع السلامة، توفيق للجميع. باي.